دلوقتي ميعادنا نعرف تفاصيل النهارده الطقس والاحوال الجويه. ليندا هتقول لنا كل التفاصيل. خلينا نروح لليندا. صباح الخير عليكي ليندا مره ثانيه. صباح الخير عليكي يا هدير. وتفاصيل الطقس بقى النهارده. يلا نشوف. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع إنه النهارده الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وحر على جنوب سيناء والشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة. النهارده في شبورة مائية الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا وكل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. يعني يا دكتور، بقالنا كذا يوم البلاد بتشهد أجواء رباعية، الأجواء دي مستمرة معانا لحد إمتى؟ هي الأجواء دي مستمرة معانا على مدار هذا الأسبوع. احنا بالفعل يعني بقالنا أكتر من 48 ساعة بنشهد أجواء رباعية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، خاصة المناطق الموجودة في شمال البلاد. درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس بيكون خلال فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حر على محافظات شمال الصعيد، يبقى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. ده طبعا خلال فترات النهار. أيضا مع دخول فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ، والطقس بيكون مائل للبرودة على شمال البلاد خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، معتدل الحرارة على جنوب البلاد. عشان احنا كده دايما بننصح السادة المشاهدين وبننوه ان احنا لسه خلال فترات الليل محافظين على الملابس الشتوية، على الأقل تكون الشتوية الخفيفة. لو انا اضطر للخروج خلال ساعات الليل يبقى دايما معايا جاكيت، قطعة ملابس إضافية أرتديها لما أحس بانخفاض درجات الحرارة. وبالفعل كمان اليوم تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية، لكنها بدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، ودلوقتي الرؤية اتحسنت معها لأغلب الطرق. وإن شاء الله متوقع الأجواء تستمر زي ما بنقول على مدار يعني هذا الأسبوع كله، يمكن كمان مع نهاية الأسبوع هيكون في انخفاض كمان في درجات الحرارة. احنا متوقعين تكون الحرارة ما بين 26 و 27 درجة مئوية من يوم الثلاثاء القادم على القاهرة الكبرى. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة العظمى بتسجل 29 والصغرى 15، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14، سيوة العظمى 29 والصغرى 11، بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15، دمياط العظمى 21 والصغرى 15، الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 15، السويس العظمى 28 والصغرى كمان بتسجل 15. هنروح لأعريش العظمى فيها 23 والصغرى 15، طابة العظمى 31 والصغرى 16، سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23، الغردقة العظمى 33 والصغرى 22، الفيوم العظمى 31 والصغرى 17، بني سويف العظمى 31 والصغرى كمان 17، المنيا العظمى 32 والصغرى بتسجل 17. هنروح لأسيوط العظمى فيها 34 والصغرى 18، سوهاج العظمى 35 والصغرى 19، قنا العظمى 38 والصغرى 22، الأقصر العظمى 39 والصغرى 23، أسوان العظمى 41 والصغرى 24، الوادي الجديد العظمى 37 والصغرى 20، شلاتين العظمى 33 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا. بنشكرك يا رند. شكرا جزيلا ليك.